بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، بكل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب 18، كتاب الرضاع. والرضاع ينفع بفتح الراء وكسره، لغتان صحيحتان. كتاب الرضاع، كتاب الرضاع، الاثنين صح. وفيه 19 بابا. الباب الأول باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. معلوم أن الرضاعة ينبني عليها أحكام. يصير الرضيع ابنا للمرضعة وابنا لصاحب اللبن، السبب في اللبن، يعني زوجها الذي كان سببا في لبنها يبقى اسمه أبوه من الرضاعة، والأم التي أرضعت تسمى أم من الرضاعة، يثبت لها حرمة إيه؟ حرمة النكاح، فيحرم عليه أن يتزوجها أو يتزوج أي امرأة أرضعتها هذه المرأة، لأن تصير كل امرأة أرضعتها هذه المرأة، كل طفلة يعني أرضعتها هذه المرأة سواء من هذا الرجل أو من غيره، لو تزوجت غيره إخوة لهذا الرضيع من الرضاع. وأي بنت لهذا الرجل صاحب اللبن من أي امرأة أخرى أخوات لهذا الرضيع من الرضاع، فيحرم عليه أن يتزوج واحدة منهم. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ويثبت له ويثبت علاقته بها أنه يجوز الخلوة بها لأنها صارت أمه، ويجوز السفر بها، ويجوز أن تظهر أمامه بثياب المهنة، ويثبت لها أيضا حسن العشرة ورعايتها، ولكن لا يجب في حقه النفقة عليها بخلاف الأم الأصلية. الأم الأصلية يجب عليه النفقة عليها إن احتاجت، لكن الأم من الرضاعة لا يجب النفقة عليها، لو أنفق عليها يستحب لكن لا يجب النفقة عليها. وكذلك لا يعقل عنها. العقل يعني ايه؟ الام من الرضاع، الام من الرضاع اذا قتلت قتل خطأ بيبقى على العاقلة، على العاقلة الدية، فيدفعها ابنائها من الذكور واقاربها من الذكور. فالام من الرضاع لا يعقل عنها ابنها الرضيع، لكن الام من النسب يعقل عنها. فهم؟ ففي ايه احكام تختلف. لا تقبل شهادة الابن من النسب على امه، ولا الام على ابنها في النسب، وتقبل شهادة الابن من الرضاع على امه من الرضاع، وكذلك شهادة الام من الرضاع على ابنها من الرضاع. يعني في بعض الاحكام تختلف. لو قتلت الام من النسب ابنها لا تقتل به، ولكن لو الأم من الرضاع قتلت ابنها تقتل به، يعني يجوز القصاص منه. يعني في أحكام الخلاصة أنها تختلف، في أحكام يعني تنبني على الرضاع ولكن لا تكون كالأم النسبية من جميع الوجوه، لا تكون كالأم النسبية من جميع الوجوه. إذا اشترى أمه من النسب، ضرب على أمه من النسب الرق فاشتراها، تعتق عليه في الحال،
بمجرد شرائه تعتق عليه في الحاجة، وكذا أبوه من النسب. أما أبوه من الرضاع والأم من الرضاع إذا اشتراها تفضل عنده أما لا تعتق عليه. واضح؟ ده أيام ما كان في رقيق. يعني الخلاصة إن إيه؟ إن الأحكام بتتبعض، بعضها تأخذ حكمها الأم من الرضاع والبعض الآخر لا تأخذ حكمها، فهي ليست كالأم النسبية من جميع الوجوه، لكن هي كالأم النسبية من جهة حرمة النكاح، وكذلك من جهة جواز الخلوة بها والسفر معها وإيه وحسن رعايتها والشفقة عليها وغير ذلك. طبعا ما هي أخته، يسافر معاها أخته كأنها أخته بالظبط. يعقل يعني ما يدفعش العاقلة، يعني ما يدفع العقلة. لو هي قتلت قتل خطأ تبقى العدية على العاقلة، العاقلة يبقى ابنها النسبي مش ابنها من الرضاعة، واضح؟ يدفعه. باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 41 بعد 603 آلاف، يقول حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة أن عائشة رضي الله عنها أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وإنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة. يبقى ثبت التحريم إلى في جهة الإيه؟ صاحب اللبن، صاحب اللبن اللي هو الأب، الأب. ويبقى أخو الأب من الرضاع عم، فاهم؟ أخو الأب من الرضاع يبقى العم من الرضاع، فيجوز له الدخول على إيه؟ ابنة أخيه من الرضاع. هذه القضية يسموها لبن الفحل، الفقهاء بيسموها إيه؟ لبن الفحل. قال بها جمهور العلماء إلا أبي داود الظاهري، قال دي تخرج عن ايه؟ يخرج عن الحكم، الامر متعلق بالمرأة وليس متعلقا بالرجل صاحب اللبن. ده مين؟ مذهب ابي داود الظاهر، وهو خالف اجماع المسلمين، وخلافه في الاجماع لا يعتد به، يعني لا يخرج الاجماع. ومن ضمن برضو الحاجات التي تختلف عن النسب والرضاع انهم لا يتورثان، الام من النسب ترث ابنها وابنها يورثها، لكن من الرضاع لا هو يورثها ولا هي ترثه، فهمت؟ لا ينبني عليها إرث يعني. وعن أبي قال وحدثناه أبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثني أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا علي بن هاشم ابن البريد جميعا عن هشام بن عروة عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، أي فيما تعلق بالنكاح يعني والزواج الحل والحرم. وعن أبي قال ومن هنا بمعنى باء، بمعنى الباء يعني بسبب الرضاعة، يبقى من هنا من الرضاعة أي بسبب الرضاعة. وعن أبي قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله بن أبي بكر بهذا الإسناد مثل حديث هشام بن عروة. باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، ماء الفحل اللي هو إيه؟ الرجل يعني،
لأن المرأة لا ينزل لبن من ثديها إلا بسبب حمل وولادة، فالمتسبب في الحمل هو ماء الرجل، فماء الرجل لا إيه؟ هو سبب اللبن، واضح؟ وبالتالي ينبني عليه تحريم متعلق بالرجل، بس بشرط أن يكون هذا الرجل عقد على المرأة بعقد صحيح أو عقد فيه شبهة وطئ شبهة. أما الزنا فلا ينبني عليه تحريم، يعني لو حملت من ماء رجل بزنا يثبت ثم أرضعت هي ولد يثبت التحريم من جهة الأم، وهذا الابن ابن الزنا اللبن بتاع الزنا ده لا أب له، ملوش أب، واضح؟ لأنه هدر، يعني من جهة الأب هدر لأنه مش بعقد. يبقى لابد أن عشان يثبت حرمة لبن الفحل لابد أن يكون هذا الفحل دخل بها بعقد صحيح أو عقد فيه شبهة أو وطئ شبهة، ساعتها يثبت إيه؟ الحرمة من جهة الإيه؟ الرجل. إنما لو بزنا لا يثبت الحرمة من جهة الرجل، يثبت من جهة المرأة فقط، واضح؟ باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل. وعن أبي قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس. أبو القعيس هذا كان أبو ستنا عائشة من الرضاعة. أفلح ده أخو أبوها من الرضاعة، يعني يبقى عمها من الرضاعة. أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن أنزل الحجاب، قالت فأبيت أن آذن له. فلما جاء، كانت ستنا عائشة في الأول كانت لا ترى أن لبن الفحل مؤثر، فهمت؟ في الأول كده. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له علي، يعني على الدخول علي. وعن أبي قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أتاني عمي من الرضاعة أفلح ابن أبي قعيس، فذكر بمعنى حديث مالك وزاد قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، قال تربت يداك أو يمينك. وعن أبي قال يعني كانوا إلى تربت يداك أو يمينك، اللبن الذي أرضعتك المرأة كان بسبب لبن الرجل، ماء الرجل، فيبقى الحكم هو هو، فهم؟ وعن أبي قال وحدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بعدما نزل الحجاب، وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة. قالت عائشة فقلت والله لا آذن لأفلح حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن أبا القعيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته. قالت عائشة فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي القعيس جاءني يستأذن علي فكرهت أن آذن له حتى أستأذنك. قالت فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذني له. قال عروة فبذلك كانت عائشة تقول حرموا من الرضاعة ما تحرمون من النسب، يعني من جهة الأم والأب. وعن أبي قال وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليها بنحو حديثهم، وفيه فإنه عمك تربت يمينك. وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة. وعن أبي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاء عمي من الرضاعة يستأذن علي فأبيت أن آذن له
حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت إن عمي من الرضاعة استأذن علي فأبيت أن آذن له. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فليلج عليك عمك. فليلج يعني يدخل، فليلج عليك يعني يدخل عليك. قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل. قال إنه عمك فليلج عليك. فيها مراجعة الإيه؟ التلميذ لشيخه، مفيهاش حاجة، هي راجعت النبي مرة تاني حتى تتأكد من الحكم. وعن أبي قال: وحدثني أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد يعني ابن زيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد أن أخا أبي القعيس استأذن عليها فذكر نحوه. وعن أبي قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن هشام بهذا الإسناد نحوه، غير أنه قال استأذن عليها أبو القعيس. وعن أبي قال: وحدثني الحسن بن علي الحلواني ومحمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أخبرته قالت استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته، قال لي هشام إنما هو أبو القعيس. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بذلك قال: فهلا أذنت له تربت يمينك أو يدك. وعن أبي قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها أخبرته أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لها: لا تحتجبي منه، فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وعن أبي قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن عراك بن مالك عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن علي أفلح بن قعيس فأبيت أن آذن له، فأرسل إني عمك أرضعتك امرأة أخي فأبيت أن آذن له، فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكرت ذلك له، فقال ليدخل عليك فإنه عمك. باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. يبقى إذا أرضعت المرأة طفلا وأرضعت طفلا آخر صار الطفل الآخر أخوه من الرضاعة، وبالتالي لما يكبر هذا الطفل الآخر وينجب ابنه يبقى بنته بنت أخيه من الرضاعة. ومعروف أن الإنسان لا يتزوج ابنة الأخ، يبقى لا يجوز أن يتزوج ابنة أخيه من الرضاعة. فهمت؟ باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة. وعن أبي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب ومحمد بن العلاء واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي كرم الله وجهه عليه السلام ورضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ما لك تنوق في قريش وتدعنا. تنوق يعني تختار، بتختار النساء من قريش وما بتتجوزش من ايه من اللي حوالينا من قرايبنا. يعني سيدنا علي بيسأل النبي يعني وتدعنا. فقال: وعندكم شيء؟ بيقول لسيدنا علي: طب انتوا عندكم يعني بنات يعني؟ قلت: نعم بنت حمزة بنت عم النبي. طب ليه ما بتتجوزش بنت عمك بنت حمزة؟ فهمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انها لا تحل لي، انها ابنة اخي من الرضاعة. عم النبي رضع من سويبة حمزة، وسويبة أرضعت النبي، فبقى عمه وأخوه من الرضاعة. فهمت؟
يعني حمزة عم النبي، وفي نفس الوقت أخوه من الرضاعة، لأنه رضع من سويبة التي أرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فبقت بنت حمزة اللي هي بنت عمه بنت أخوه من الرضاعة. فهمت بقى؟ سيدنا علي كان عايز يتزوجها لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس إنها بنت عمه يتزوجها وأولى بيها، فبيقول له ما لك تنوق في قريش وتدعنا، يعني بتختار الستات من بعيد عننا ليه؟ احنا عندنا ستاتنا اهو. فاهم؟ فايه؟ يعني هم كانوا يحبوا ايه؟ يتعلقوا بالنبي وايه؟ وتزداد وشيجة العلاقة بالزواج وبالنسب ومن جميع الجهات. ايه؟ تحببا في النبي صلى الله عليه وسلم. فعرض عليه ابنة حمزة، فالنبي قال له لا، ده ابنة اخي من الرضاع. فاهم؟ وعن ابي قال: وحدثنا عثمان بن ابي شيبة واسحاق بن ابراهيم عن جرير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاء قال وحدثنا محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. وعن ابي قال: وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم اريد على ابنة حمزة فقال انها لا تحل لي، انها ابنة اخي من الرضاعة، ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم، اللي هو النسب يعني، النسب يعني، لان النسب اما بطون او ظهور. بطون يعني من جهة الرحم الولادة الامهات، او ظهور من جهة اللي هي الاصلاب الاباء. فهم؟ وعن ابي قال: وحدثناه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى وهو القطان حا قال وحدثنا محمد بن يحيى بن مهران القطعي قال حدثنا بشر بن عمر جميعا عن شعبة حا قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن سعيد بن أبي عروبة كلاهما عن قتادة بإسناد همام سواء، غير أن حديث شعبة انتهى عند قوله ابنة أخي من الرضاعة، وفي حديث سعيد وإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، وفي رواية بشر بن عمر سمعت جابر ابن زيد، يعني التصريح بالسماع عشان قتادة مدلس. خد بالك كلامهم مهم العلماء دول. هناك قال لك قتادة عن ايه؟ عن قتادة عن ايه؟ عن جابر. لكن ايه قال لك؟ لا، ده رواية بشر بن عمر بقى، قتادة ما قالش عن جابر، ده قال سمعت جابر، فأزال إيهام التدليس. فهمت المسألة؟ فمهمة الحكايات دي، يعني مش كلام كده بيقول لك إيه ده، يعني ما خلاص خلص يا أخي، ما تخلصنا بقى. في ناس كده مش فاهم، ده علم موثق عشان يوثق لك الخبر، لأن عن من المدلس لا تثبت إيه؟ لا تثبت إيه؟ اتصال السند. عن من المدلس لا تثبت اتصال السند الا ان يصرح المدلس بالسماع او الايه او الاخبار، يقول سمعت اخبرني حدثني كده. لكن لو قال عن نشك بقى، احتمال يكون اسقط واسطه. فهمت؟ وقتاده كان مدلسا، يعني يدلس يعني احيانا يسقط الواسطه، ساعات اختصارا وساعات تكاسلا، لانه بيروي احاديث كتيره فبيكسل بيختصر، وهو ثقة عند الناس خلاص. يعني الأقصد التدليس من أجل أنه يغرر بهم وينقلهم أخبار موضوعة، لا، أحيانا يكون التدليس سببه الاختصار، يقصد الاختصار. فهمت؟ زي إحنا كنا لما نقعد مع بعض نقول ده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، طب وأنت يعني سمعت النبي؟ طب فين الوسائط؟ تبقى أنت مدلس، أسقطت الوسائط. فهمت بقى؟ لكن أنت ما تقصدش أنك أنت تقول لهم حديث موضوع، ده انت تقصد الاختصار بس. فكان كثير من المدلسين يبقوا اهل ثقه وعداله وضبط، لكن كان يدلس من اجل الاختصار، كان بيروي في مجالس حديثيه ويبقى جاي له الناس طلاب الحديث، فيضطر انه يختصر عشان يديهم اكثر عدد ممكن من الاحاديث في اقل مده زمنيه. فهم ايه؟ على اعتبار ان دول عارفين ايه من اسقطه. فهمت ازاي؟ فمش التدليس مش معناه يعني تقول لي ازاي، طب ما هو مدلس وازاي يبقى من رجال مسلم،
ما هو من الرجال صحيح مسلم المفروض يبقوا عدول، والتدليس يجرح، مش كده؟ لا، ليس كل تدليس جارح، لأن هناك من أسباب التدليس إيه؟ الاختصار، والعلم بإيه؟ بسقوط الواسطة. يعني ثابت البناني كان كتير، ثابت البناني يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثابت البناني تابعي ما شافش النبي، يسموه مرسل، لأن ثابت البناني عارف لما بيقول قال رسول الله يبقى الواسطة بينه وبينه أنس بن مالك، كل الناس عارفه، شيخه أنس بن مالك. سعيد بن المسيب كتير كان يقول لك قال رسول الله، ما هو ده مرسل، والإرسال نوع من التدليس برضه، أسقط الواسطة وأوهم سماعه من النبي وهو لم يسمع النبي، فهم؟ نقوم نقبل سعيد بن المسيب لما يقول قال رسول الله، ليه؟ لأن اللي أسقطه أبو هريرة، عارفين مين اللي أسقطه، عشان كده سيدنا الإمام الشافعي في مذهبه كان يأخذ مراسيل ابن المسيب ويحتج بها في الفقه. مراسيل ليه؟ بيقول لك للعلم بالايه؟ بالصحابي اللي هو اسقطه او بالواسطه. علشان كده شوفوا في روايه بشر بن عمر سمعت جابر بن ايه؟ ابن زيد. وعنه بيقال وحدثنا هارون بن سعيد الايلي واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني مخرمه بن بكير عن ابيه قال سمعت عبد الله بن مسلم يقول سمعت محمد بن مسلم يقول سمعت حميد بن عبد الرحمن يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقول قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة أو قيل ألا تخطب بنت حمزة ابن عبد المطلب قال إن حمزة أخي من الرضاع. باب تحريم الربيبة وأخت المرأة. الربيبة هي بنت الزوجة المدخول بها، بنت الزوجة المدخول بها تسمى ربيبة. الربيبة اللي هي بنت الزوجة تحرم بإيه؟ بالدخول على الأم وليس بالعقد على الأم. يعني لو عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها لا تحرم ابنتها، لكن إذا دخل بها حرمت البنت. وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فهم؟ وأخت المرأة وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلم، وأيضا يحرم أنك أنت تجمع بين الأختين سواء الأختين دول كانوا من الرضاعة أو من النسب، ما ينفعش برضه. وعنه به قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال أخبرنا هشام قال أخبرنا أبي عن زينب بنت أم سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له هل لك في أختي بنت أبي سفيان؟ بتعر عليه أختها يتجوزها ستنا أم حبيب. فقال أفعل ماذا؟ النبي مستعجب، أفعل ماذا؟ قال تنكحها، تتزوجها، وهو متجوز ام حبيبه. النبي بيتعجب، يعني ايه الحاجه؟ انا متجوزك تجيبي لي اختك؟ شيء عجيب يعني. فقال افعل ماذا؟ قلت تنكحها. قال او تحبين ذلك؟ قلت لست لك بمخليه واحب من شريكني في الخير اختي. يعني انا اصلا مش خاليه من الضره، انا ليا ضرائر كتير، فبجمل بقى تبقى اختي تشركني في الخير، في خير النسب يعني. لست لك بمخليه، يعني ليس لي ضره، يعني ليست خاليه من الضرائب. فهمت ازاي؟ واحب من شريكني في الخير اختي. قال فانها لا تحل لي. قلت فاني اخبرت انك تخطب دره بنت ابي سلمه. قالت اصل انا سمعت اشاعه بيقولوا انك انت هتتجوز دره بنت ابي سلمة، فهمت؟ اللي هي ايه؟ امها ام سلمة زوجة للنبي. هي افتكرت ان ايه بين الاختين الا ما قد سلف ده خاص بالامه دون النبي، النبي له ان يد، فهمت؟ كانت تصورت هذا، لان ده من ايه؟ من خصائص النبي انه له ان يجمع بين الاختين، وله ان يجمع بين ايه؟ الام وربيبتها. متصورة ان دي خصوصيات للنبي.
مش تقول ان ام حبيبه جاهله، لا مش جاهل، هم متصورين ان النبي له بعض الاحكام يتميز بها عن سائر الامه، فبتعرض على النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمعت اشاعه ان سيدنا رسول الله هيخطب بنت ام سلمه، واخد بالك، فقال طب ما انا اختي كمان بالمره تدخل وتبقى تاخد ايه شرف النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم. قلت فإني أخبرت أنك تخطب درة بنت أبي سلمة. قال بنت أم سلمة. فهمت إزاي؟ أم سلمة دي أصلا زوجته. قلت بنت أم سلمة؟ قلت نعم. قال لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة. ده في سببين للتحريم. أولا إنها بنت ربيبتي من الإيه؟ ربيبتي، لان ايه دخلت بامها وهي في حجر فهي ربيبتي، ولو ما كانش كده تحرم كمان عشان ابوها ابو سلمة اخويا من الرضاعة، يعني حرام من جهتين، جهة انها ربيبتي وانها بنت اخي من الرضاعة. فهمت؟ قلت نعم. قال لو انها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي انها ابنة اخي من الرضاعة، أرضعتني وأباها ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. يبقى عرفنا أن النبي شريك لأمته في نفس الحكم، لا يجمع بين الأختين ولا يجمع إيه، وأن أحكام الرضاعة تتعلق أيضا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما يحرم من الرضاعة يحرم من النسب حتى في جانب النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال وحدثني سويد بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن ابي زائده حاء قال وحدثنا عمرو الناقد قال حدثنا الاسود بن عامر قال اخبرنا زهير كلاهما عن هشام بن عروه بهذا الاسناد سواء. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال اخبرنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب ان محمد بن شهاب كتب يذكر ان عروه حدثه أن زينب بنت أبي سلمة حدثته أن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثتها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أنكح أختي عزة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين ذلك؟ فقالت نعم يا رسول الله لست لك بمخلية وأحب من شريكني في خير أختي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك لا يحل لي. قالت فقلت يا رسول الله فإنا نتحدث أنك تريد أن تنكح درة بنت أبي سلمة. قال بنت أبي سلمة؟ قالت نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. وعن أبي قال وحدثنيه عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد حاء قال وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم الزهري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن مسلم كلاهما عن الزهري بإسناد ابن أبي حبيب عنه نحو حديثه، ولم يسم أحد منهم في حديثه عزة غير يزيد ابن أبي حبيب. ونقف على القدر الذي ينبني عليه التحريم من الرضاعة. قدر التحريم من الرضاعة غدا إن شاء الله نناقش هذه القضية. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، يسر أمورنا استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.